السادة والسيدات الحضور، معالي وزير النفط، معالي وزير الموارد المائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة بس دعاني معالي وزير النفط أن ألقي هذه الكلمة، قلت عندي خيارين. الخيار الأول أتكلم عموميات، وأعتقد هو هذا المألوف، لكن بصراحة بظروفنا الحالية قلت خليني أتكلم عن الواقع. بدنا نتكلم عن مستقبل هذا البلد، ومستقبل هذا البلد مرتبط عضويا أو كليا مع قطاع النفط. ما راح أكرر الأرقام الدل على هذا، هاي كلها معروفة عندكم. 96% من الصادرات، 90% من إيرادات الحكومية، 65% من الناتج المحلي. ماكو دولة بالعالم مثل العراق بما فيها الدول النفطية الخليجية، على الأقل عندهم موارد مالية في بعض الأحيان تتجاوز تريليونين ونص دولار، لا أتكلم عن الإمارات والسعودية. فلما نتكلم عن مستقبل الطاقة ومستقبل قطاع النفط، نتكلم عن مستقبل العراق. فأعتقد أفضل أن نتكلم عن الحقيقة وتوقعاتنا في وزارة المالية عن التحديات الخطيرة تواجه هذا البلد. وأيضا ما راح أتكلم عن المؤشرات أو التنبؤات المستقبلية عن سوق الطاقة. أعتقد وصلت تقارير يعني عديدة من بي بي، من ماكنزي، من بوستن كونسلتنج، وفي تقارير أخرى معاكسة من الأوبك، لكن أي وحدة منهم تأخذ توصلنا إلى نتيجة بأن خلال 10 أو 15 أو ربما 5 سنين القادمة رح يصير تغيير هائل بسوق الطاقة، ما يختلف من تغيير صار من النقل من الحطب إلى الفحم، ومن الفحم إلى الوقود الأحفورية. وأيضاً نشوف أمامنا هذه المؤشرات، يعني قطاع النقل وهو أكبر مستهلك النفط بعد 2030 ممنوع إنتاج أي سيارات على الكهربائية بالدول الصناعية، وخلال 10 سنين لاحقة أي 2040 ماكو بعد سيارات تمشي على البنزين. فالذروة ربما نوصلها في 2030 أو 2040، لكن بغض النظر عن هذا التاريخين، الواقع بأن احنا نواجه تهديد حقيقي من التقلبات العالمية والتغييرات النوعية اللي تصير بسوق النفط. وشنو آثارها على مالية الدولة؟ آثارها على المدى المتوسط، بمعنى مننا إلى 5 إلى 10 سنين القادمة راح يصير انهيار في عائدات النفط، يعني ما لها مفر. التحدي الثاني نواجهه وهو الاعتماد الكلي على النفط لقطاع الحكومي وتمويل الكشوفات المالية والتقاعدية. هيكلية المالية العامة للعراق جامدة للغاية، ما لها مجال للمرونة أبدا. وإذا يصير انهيار بالإيرادات أو تنقص الإيرادات، نتيجتها لو نسرح أعداد كبيرة من الناس اللي ما عندنا إمكانية ندفع لهم، هذا شيء ما ممكن أن يحدث سياسيا،
أو تتراكم المتأخرات مثل ما صارت السنة الماضية. السنة الماضية الإدارة المالية اضطرت أن تأخر وتأجل المدفوعات، لكن نتيجتها هي التراكم هذه المبالغ وتؤدي إلى ضغوطات سياسية، مظاهرات، وأيضا ضغوطات من الدول اللي جهزنا بالمواد الأولية والوقود، أكو حد لصبرها. التزامات التقاعدية مالتنا خلال الخمس سنين القادمة راح توصل إلى 25 تريليون دينار، هذه السنة وصلت إلى 19، لكن ده تزيد بنمو مستمر بحيث التزاماتنا كحكومة، وكل هاي مبنية على الأنابيب النفط، ضخ هذا النفط إلى موانئ التصدير. 25 تريليون التزامات التقاعدية. ما أريد أنا أخوف الجمهور والحضور الكريم هنا، لكن إذا أي واحد عنده تنبؤات تختلف أرجو أن تخبرون الوزارة، لأن إحنا نشوفها كما هي. فمستوى التهديد على المدى المتوسط كبير جداً جداً. فالآن صار عندنا اثنين، عندنا التغييرات اللي تصير بالمحور العالمي للطاقة، وعندنا الجمود الموجود بميزانية الدولة. التحدي الثالث الكبير والهائل أيضاً هو مرتبط بقطاع النفط وقطاع الطاقة، هو العرض والطلب على الكهرباء. الفجوة بين تكاليف توليد الكهرباء واستردادها من خلال التعرفة، الفجوة ده تكبر سنة بعد سنة. أنا ما أريد أتكلم عن الأسباب، أنا راح أتكلم فقط عن النتائج. خلال هذه السنة أي سنة 21 لما نحضر إلى موازنة 22، المطلوب من قطاع الكهرباء، المطلوب من وزارة الكهرباء، من وزارة المالية مبالغ طائلة جدا، وراح توصل السنة الجاية إلى 20 تريليون دينار. هذا 20 تريليون دينار مو لأن وزارة الكهرباء متلكئة بالتوليد الكهرباء، لأن ما عندنا إحنا أي نظام أو أي منظومة للحصول على التكلفة بواسطة التعرفة. فقط 10% من التكلفة الكلية هي تسترجع. طبعا التكلفة حسب اللوائح ما معقولة، أيضا ما تغطي إلا جزء قليل جدا من كلفة الإنتاج. فإحنا عندنا قطاع كهربائي من صفحة تحت ضغط أن يولد كهرباء أو يستورد كهرباء، من صفحة أخرى مدى يجيب الموارد. أيضا ماكو هيك قطاع كهرباء بالعالم كله، ما سامع هيك قطاع. يعني الجباية معدلها ونسبة التحصيل مالتها لا توصلنا إلى أي رقم أو نسبة معقولة من كلفة التوليد. حتى بالدول الشيوعية ما كان توصل سابقا إلى هذه المعدلات. وإذا نستمر بهذه الطريقة فالإمداد الرسمي مال الكهرباء راح يكون دائما أقل من الطلب، لأن إذا واحد بدأ يدفع الكلفة ماكو داعي أن يلتزم أو يرشد الاستهلاك مالته. وطبعا كل ما تجي عقود كهرباء للمستثمرين من يستعملون الوقود الأحفوري أو حتى بالطاقة الشمسية، احنا وزارة المالية ما ننظرها كزيادة، ننظرها شنو الكلفة الحقيقية التقع على
عاتق الموازنة، وهي مبالغ أيضا كبيرة كبيرة جدا. إذا هذا القطاع ما يصلح نفسه خلال 3 إلى 5 سنوات القادمة، فأكو احتمال أن يدمر ميزانية الدولة، لأن بعد 2023 ما نقدر إحنا نستمر بتمويل القطاع الكهرباء حسب الطلب، ولا نقدر أن نواجه تمويل المشاريع المستثمرين أو الاي بي بي بدون صعوبة كبيرة جدا. وثالثا ما نقدر نستورد الغاز بعد، الطلب على الغاز هذه السنة المستورد تقريبا 8.5 تريليون دينار. ومن قال بالضرورة بأن مصادر الغاز الأخرى المستوردة راح تكون أرخص مما نستورد الآن؟ بعدين أسألكم سؤال، يا مستثمر أجنبي مستعد أن يستثمر في قطاع يتطلب تجهيز كهرباء مستقر في ظل هذه الظروف؟ الواقع ماكو أحد، وهذا ما يحدث، لأن اقتصادنا الآن احنا نريد نغيره وننوعه، نريد مستثمرين أجانب ومحليين، محليين خاصة، لأن الأجنبي ما راح يستثمر إذا المحلي ما يستثمر. طبعا دا أتكلم خارج القطاع النفطي. فهذا التحدي الثالث المرتفع، الخطورة مرتفعة جدا عليه، ومرتبط بقطاع الطاقة، وإذا ما نعالجه قريبا آفاقنا راح تكون مهددة. القطاع الآخر الرابع أيضا الخطورة مالته مرتفعة جدا، هو قطاع الائتمان والمصارف. هاي قضية مالية يجوز خارج نطاق اهتمامكم، لكن أيضا مهمة جدا، لأن قطاعنا المالي والمصرفي بالعراق مشوه بطريقة لا تصدق. لما أقول لا تصدق، لا تصدق، أنا مستورد من 37 دولة وما شايف شيء وضع. بدنا نحاول احنا بقدر الامكان اصلاح هذا الوضع، لكن الضغوطات الماليه على الحكومه تضطرنا مرات ان نتفادى ونتجاوز الحدود اللي احنا نضعها على هذا القطاع. فمن الضروره ايضا ان نعالج هذه المشكله، هذا التحدي الكبير خلال 3 سنوات القادمه. عندي مشكلة أخرى وهي القدرات الموجودة بالدولة. طبعا القدرات الهندسية والفنية بصورة عامة جيدة، لكن القدرات الإدارية والمالية بالقطاع الحكومي يتطلب أيضا ثورة، أنا أسميها ثورة إدارية. بدون هذه الثورة الإدارية، ونشوف إحنا دول الجوار يعني نعتبرها كنموذج أو قدوة، مثل كلش بسيط، ذاك اليوم كنت بدبي لافتتاح الجناح العراقي في اكسبو، تلاقيت ويا وكيل وزير المالية. ميزانية اقتصاد الامارات تقريبا مرتين بحجم اقتصاد العراق، مرتين. فسألني شقد موظفيكم في وزارة المالية؟ قلت له بوزارة المالية والمؤسسات التابعة لها تقريبا 33,000 مع المصارف. قلت له أنت إيش قد؟ قال لي 180 واحد. يعني الأرقام ماكو أي مجال للمقارنة. فلما نتكلم عن ثورة إدارية كجزء من إصلاح الواقع الحكومي، هاي بس حتى نوصله إلى مرحلة بحيث نقدر نتعاطى بطريقة جدية مع متطلبات الاقتصاد الحديث. من أعلى مؤشرات العالم هو موجود بالعراق نسبة الموظفين بالدولة والمتقاعدين كجزء من القوى العاملة. هل هذا تهديد مرتفع؟ برأيي نعم، مرتفع جدا.
الوزارات القطاعية ربما تنظرها من الجانب الهندسي، الجانب الهندسي والفني والمهني ما أعتقد أكو أي إشكالية، لكن بالسياقات الإدارية، بالأتمتة، بالطريقة أخذ القرارات، إذا ما تصير ثورة إدارية بالعراق ما أعتقد راح نقدر ندخل في متطلبات الاقتصاد الجديد الما يعتمد على الوقود الأحفوري. في أيضا قضايا عديدة، يعني ربما ما عندي الوقت الآن، إن شاء الله هاي كلها راح نقدمها أمام مجلس الوزراء. أنا شخصت تقريبا 21 تحدي ما بين مرتفع إلى مرتفع جدا. فهمي للمرتفع جدا بأن لا سمح الله إذا حدث يسوينا مشكلة، البنك الدولي سماها العراق على أبواب كارثة اقتصادية، on the brink of a catastrophe. أنا اشتغلت سنين بالبنك الدولي وبحياتي ما سامعهم أن يكتبون شيء من هذا القبيل. فإذا احنا ما نيقظ ونرتقي إلى المسؤولية، أنا أشوف كل هالتنبؤات والمؤشرات كلها نوع من الصفارات انذار. احنا شفنا الوضع السنة الماضية، السنة الماضية كانت الإدارة المالية هنا صعبة صعبة جدا، وفعلا شفنا أقدر أقول الناحية المالية والاقتصادية الموت. في الشهر التاسع والعاشر يعرفون معي الوزراء بينشن على أبواب انهيار، ارتفاع أسعار النفط وتعديل سعر الصرف، وأكرر على هذا هي نقلة البلد مالية، لكن هاي ما تتكرر. ما أدري سعر النفط راح يكون الشهر الجاي، إذا أعرف كنت رأسا أروح أراهن بالأسواق أسوي لي مليارات من الدولارات، ما حد يعرف. كل التنبؤات قبل 9 أشهر ما كانت تنطينا الأرقام اللي نشوفها الآن، وأنا الآن مستعد أن أشارط بأن أي تنبؤات كلها تنطينا معدل، ولا بد أن نستعمل هذا المعدل، لكن بالأحرى ما ندري، قضايا غير معروفة. عندك مئات الآلاف الأشخاص والشركات اللي يشترون ويبيعون برميل النفط كل يوم، هذا السعر مرتبط بالسلسلة، أنتوا تعرفون أحسن مني، سلسلة من الإنتاج، التخزين، النقل، الكلفة مال الهيجينج، هاي كلها تدخل في هذه التسعيرة، والعالم كله يبيع ويشتري هذه السلعة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فما ندري. إحنا لازم نأخذ ما هو معقول ونبني توقعاتنا وتنبؤاتنا عليه ماليا واقتصاديا. العراق أنا أعتقد عنده فرص أو فرصة تاريخية أن يغير المحور مالته الآن، يأخذ القرارات الصعبة الآن. إذا ما يأخذ هذه القرارات الصعبة الآن ربما إن شاء الله نطلع من هذا المأزق بطريقة أو أخرى، ترتفع الأسعار، تصل أكو احتمال، أنا قرأت مع الأوبك بأن يتوقعون أو لوكويل تتوقع السعر $350 بنفس الوقت، بي بي تتوقع دون 20 سنة 2030، المهم نصدق. إذا نريد نأخذها بطريقة وردية نصدق لوكويل، إذا نريد نأخذها بطريقة مسؤولة ومعقولة نأخذ الأرقام الأخرى. فالتحدي هو مو بس بالنقل الصعب جدا، لأن احنا الآن نريد نغير اتجاه البلد إلى اقتصاد آخر، إلى محور آخر، لكن بنفس الوقت معتمدين على النفط. هاي من أصعب عمليات التغيير، وأنا متيقن بأن القيادة الموجودة بالوزارة، بوزارة النفط وأيضا بالوزارات القطاعية الأخرى، موارد المائية والكهرباء، راح تكون على قد هذه المسؤولية. أنا الآن بقدر الإمكان أتكلم عن الجانب المالي والاقتصادي وتأثيره على القرارات الحكومات اللاحقة. هاي التحديات راح أعرضها على مجلس الوزراء، ربما أنا خاطئ ما أدري،
أتمنى أن أكون خاطئ، لكن إذا مو خاطئ لازم من هسه إحنا نحضر نفسنا. إذا مجلس وزراء يتبنى كل جزء أو قسم من هذه التنبؤات ويعرضها على القادة السياسيين، إن شاء الله الحكومة اللاحقة تبدي بهذه العملية الضرورية. الإصلاح الآن أكو الإصلاح الإداري، هذا مرتبط بتنفيذ الورقة البيضاء، وإحنا كمجلس وزراء نعتقد وكحكومة فخورين جدا بهذا الإنجاز. أما النقلة النوعية المحورية الاستراتيجية الاقتصادية مال البلد، ما ممكن أي وزارة أو شخص أو حتى مجلس وزراء يقدر يشرع له، تتطلب نوع من الموافقة أو الإجماع حتى من كل الأطراف السياسية بين هاي التغييرات، هاي الإصلاحات ضرورية حتى نقدر نوصل الاقتصاد إلى برا الأمان. شكراً.